ربما حصلتم على جهاز جديد وأردتم الاتصال بالواي فاي الخاص بكم، أو ربما أحد الأصدقاء يريد استخدامه، لكن تجدون نفسكم غير قادرين على تذكر كلمة المرور. مرحبا بكم في فيديو آخر. هناك حلان حسب ما إذا كانت كلمة المرور الحالية أصلية أو تم تغييرها في الماضي. إذا كانت كلمة المرور أصلية ولم يتم تغييرها من قبل، ستجدونها ببساطة على الملصق الموجود على الجانب الخلفي أو الجانب السفلي من الموجه. وإذا تم تغيير كلمة المرور من قبل، عليكم الوصول إلى إعدادات الموجه والعثور عليها في القسم المخصص للخيارات اللاسلكية. من أجل الوصول إلى صفحة الإعدادات هذه، افتحوا العنوان الموجود في الملصق وقوموا بتسجيل الدخول باستخدام المعلومات الموجودة في الملصق أيضا. ولكن في حالة إذا تم تغيير هذه المعلومات من قبل أيضا ولا تتمكنوا من تذكرها، فالحل الوحيد المتبقي هو إعادة ضبط كل شيء إلى الحالة الأصلية. لفعل ذلك، تأكدوا من أن الموجه قيد التشغيل، ثم ابحثوا عن فتحة صغيرة بها Reset. داخل هذه الفتحة يوجد زر. خذوا مشبك الورق ثم اضغطوا على الزر باستمرار لمدة 15 ثانية. بعد بضع دقائق ستتم إعادة تعيين كل شيء في الموجه إلى الحالة الأولية. فبالتالي ستتمكن من استخدام كلمة المرور الأصلية الموجودة على الملصق للاتصال بالواي فاي ومعلومات تسجيل الدخول الأصلية للوصول إلى الإعدادات. ولكن اعلموا أن الوقت المطلوب عند الضغط على زر إعادة الضبط سيكون مختلفا لكل طراز. وأيضا بعض الموجهات لا تحتوي على زر إعادة الضبط. بدلا من ذلك تتم إعادة ضبطها بالضغط على زر WPS. لذلك من الأفضل الحصول على دليل الموجه الخاص بكم واتباع تعليماته. إذا كنتم تريدون معرفة كيفية تغيير كلمة مرور الواي فاي الخاص بكم، الرابط في وصف الفيديو. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا، اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات. وإذا كان عندكم أي سؤال أو أي شيء للإضافة، ضعوا تعليق وشكرا على المشاهدة.